فلنعلم حقيقة أيها الإخوة، حقيقة نطق بها القرآن الكريم، وهو أن العدة قدر الاستطاعة موكولة بأن النصر من عند الله، حليفه النصر لا محالة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نص واضح كوضوح الشمس، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تبديل. فمن أخذ بهذه السنة كانت له الغلبة والنصر بحول الله عز وجل. من هنا فإننا نجد بأن كتائب الإسلام في غزة قد تحققت فيها هذه السنة. فانظروا إلى خطابات البواسل حينما يخرجون ويلقون كلماتهم، فإنهم يستمدون النصر من الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلون على قوتهم المادية مع ما أوتوا من سلاح ومن عدة، ولكن يلجئون أمرهم إلى الله عز وجل لمعرفتهم اليقينية أن النصر هو من عند الله وحده، ليس من عند البشر مهما أوتوا من قوة ومن عتاد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجري الأحداث، وهو الذي يغير ما بين منتصر وبين مهزوم، وهذا واضح كثيرا في تاريخ المعارك. فدخول الجنود السماوية يبطل الأسباب المادية من جهة، ويفعلها في جهة أخرى تكون لها القوة والظفر، كما حدث هذا الأمر في معركة بدر. وتأملوا أيها الإخوة، معركة بدر حينما كذلك حقق المسلمون هذه الشروط، نجد أن الله عز وجل تحدث عن هذه المعركة بتفاصيلها في سورة الأنفال. نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبر كذلك بتأييده لعباده، وقد جاء في تسلسل عجيب وبديع. حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد الأعداء، وشاهد يعني أعدادهم ومكنتهم وهي تزيد عن المسلمين، وقف وتضرع إلى الله عز وجل حتى كان رداؤه يسقط من منكبيه الشريفين عدة مرات، وكان أبو بكر يرفعه له يستغيث الله عز وجل أن ينصر عباده. يقول عز وجل بعد ذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هنا نسب النعاس إلى الله، إليه سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما، وهو كرامة من الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الأحداث حدثت كما قال العلماء بأن النعاس يذهب الخوف من العدو، يفتر الأعصاب لتنشط بعد ذلك القتال. يقول ابن عاشور: بعد أن ذكر الله تعالى أعمال الملائكة جاء الخطاب الأعظم والتأييد الأجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فانظروا إلى هذا التسلسل البديع في آيات الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى هذا التأييد، تأييد الرب عز وجل لعباده المؤمنين. هناك كرامات من الله عز وجل، وهناك تأييد بالملائكة، ثم يوحي ربنا سبحانه وتعالى إلى الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى كذلك بقوته وإرادته يحرك مجريات هذه المعركة حتى تكون الغلبة والانتصار في صالح المؤمنين.